قديش في بضاعة هون شباب؟ هدول بيطلعوا ربع طن معلم. لا 200 كيلو. وانت كيف وزنتهم عبد الحي؟ مبينة من الاكياس معلم. هذيك المرة كانوا 250 كيلو، ليش هالمرة قللوا البضاعة؟ يمكن ما كفتهم البضاعة. شو القصة؟ انتو ليش تعبين راسكم بهاي الشغلة؟ معلم شو نعمل هلا؟ لمين بدنا نروح كل هالبضاعة وكيف؟ خلينا نتصل بيشار لنشوف رح يحلها يعني؟ هلا ما رح يقدر يحل رباط صباطه من كتر فرحته. هلا ربحت لعبتي بالقمار، إذا بتربح وما عندي أي مشكلة. دائما هيك بتقول، بيجي تليفون بتاخد كل شي ربحته منه وبتروح. شب أنا عم سامحكم برواحكم، شو بدكم أكتر من هيك؟ ماشي لكن ما رح رد، بتكون بنتي حاكيها بعدين. أوهو مراد على مدار عم يتصل. شلحته كتير قبلكن، ما بيصير ما نعزيه. تعرفوا الأصول أصول شو ما صار. ايه ماشي يلا تقاسموه ولا شوف. أهلين مراد آغا. عم قول إذا فينا نلتقي، أنا كتير متضايق فقلت لأحكي معك. اتصلت بوقت كتير منيح، أنا هلأ مزاجي عالي كتير وما عندي مانع تفضفضلي. ما في مشكلة إلا وفي إلى ألف حل. كل الوقت الشباب عندي عم يمدحوا بالبقلاوة تبعك، عم بيقولوا إذا بيجي لعنا يشار آغا فرح يكون عنا عيد. إيه أنا ما أكلت شي، عابد أكلها. أنا رايح لأني نعست كتير. عم استناك بكرة. لوين عبد الحي؟ عالبيت معلم، بدي نام. بهذا الوقت؟ عبودة بتعرف نحن تركنا الدولة ويعني ما بقى في عنا دوام. إيه شو بدك تفيق بكير يعني؟ شو يعني النوم صار ذنب هلأ؟ كنت ما تقدر تنام. تحسنت معلم. إلهان دينوني شوي لأخسر شوي تاني، ما تخافوا رح أخسر. تفضل أغا. طلب لي بقلاوة من عمتاب لبكرة وجيب شوية مصاري. تأمر أمر معلم. عفواً مين؟ هاي أنا نايا. شو في نايا؟ شو ما بدك تفتح الباب؟ أنا تعبان كتير، في شي؟ لازم نحكي أنا وياك وش لوش. لو
الواحد بيتصل قبل ما يجي. لما بتصل ما عم ترد على تليفونك. لما ما رد على التليفون معناتها أنا مشغول. شلون عرفتي إني بالبيت؟ حكيت مع عمران وقال لي إنك رجعت على البيت. يلا فوتي، بدك تضلي واقفة على الباب؟ قلي لي شو في؟ ليش ما عم تجي على المشفى؟ نحن ما هيك كان اتفاقنا. بتعرفي ذاكرتي مانا منيحة. بعرف، نتائج التحليل عم بتقول هذا الشيء كمان. كأنك عم تبالغي شوي نايا. علاجك لسه ما خلص، إذا بقيت هيك يا عبد رح بتصير معك مشكلة كبيرة. معناتها لازم اتعالج بهالفترة ما؟ ولازم ما تشرب كمان. ما عم بشرب. شو هالأناني؟ كان عندي ضيوف وهن شربوا. لما اجيت على التحليل تحققنا من هالشي. ما عم بفهم، انت دكتورة ولا بتشتغلي بالشرطة؟ طلعت النسب عالية كتير عبد الحي. قلتلك كان في عندي ضيوف، هذا السبب. نايا خلي هالشي بيناتنا. ها طبعا اذا بتكمل علاجك بيضل بيناتنا. اسمعيني منيح، هلأ إذا أنا تعالجت أو ما تعالجت، وإذا أنا طبت من مرضي أو ما طبت، وحتى كل شي عرفتيه عن حالي أو رح تعرفيه، رح يبقى هالشي بيناتنا. ماشي؟ رح يبقى بيناتنا. يلا لكان بكرة بمر. بتأخر الوقت. هاي بضاعة يا شر. تقدر تكتر البضاعة؟ قديش معي وقت لهالشي؟ ما في وقت كتير. رح تكون مثل هديك المرة؟ لا، هالمرة رح تكون المدة طبيعية، بس رح تكون النوعية أدنى من نوعية يا شر. لبكرة المساء بنقدر نعمل هذا الشي. 400 كيلو. شو؟ ما بيطلع 400 كيلو؟ ايه بيطلع، بس نوعيتها تعبانة كتير. معناتها خليهم 300. مراد على مدار، مثل ما اسمك إلو سمعته وأنا اسمي إلو سمعته، ما بتدخل اسمي بهالشغلة. أنا ما بعمل بضاعة تعبانة كل هالقد. بدك تاخد جائزة نوبل؟ بلا لاعي وفزلك يا، روح اعمل شغلك. يلا معلم، بدك ترد تبيع البضاعة ليشار؟ هالمرة رح بيع على زارة. ليش بتشتغل هالشغلة؟ لا يا سيد ميماتي، شو ما بتعرفها للمرأة؟ ما هي من النوع تبعك. لا تحكي حكي بيخوف معلم، جماعتنا كانوا رح يروحونا. ابن المدام تبعك بيشتغل هاي الشغلة ورح بيعوا ياهن. مين ابن المدام تبعي معلم؟ المدام تبعك زارة عندها ولد. لو حاكي من قبل معلم كنا مسكنانا الولد وكسرنا لراسه. لا تتدخل بشغلي، مفهوم ميماتي؟ ماشي، ما حكيت شي.
السلام عليكم. هدول مو بيلزقون على علب السجاير من فوق جوهر؟ بلا خالي. ليش؟ ليش واقفين هيك؟ يلا فضوهم كلهم. نجدة النظر كثير عم يجاني. وين رايحين معلم؟ في محل عاجبني مفكر افتح فيه محطة، حابب فرجيك يا معلم. هون ما بينفتح محطة بنزين، المنطقة مقطوعة. عم بيقولوا رح يعملوا جسر ثالث يمر من هون. لهداك الوقت رح يبقى مازوت وبنزين بهالدنيا معلم. وانت عم تغشنا هيك، ما رح يبقى اي شيء. شو هالحكي المانو حلو؟ شلون بتحكي هيك مع شريك؟ انتبه لحكيك معلم. الشباب اللي عم يحكوا. شو عم بيقولوا؟ نديم عم بيسرق منك، بيجيب ثلاث صهاريج وبيفرجيك صهريج واحد بس. هالحكي كذب معلم، يموت ولادي اذا كان هذا الحكي صحيح. طبعا كذب. ليش نديم، انت عندك اولاد؟ ايه معلم، عندي اثنين وبيبوسوا لك ايديك. ايه والله ما كنت بعرف. انت كنت بتعرف؟ لا ما بعرف. شو ما بتعرف شيء انت؟ هو بتسمع من هاد وهداك حكي بتقول عنه حرامي وما بتعرف انه الزلمه عنده اولاد؟ شو اخذ لك شيء لك يعني؟ لا معلم، يمكن من التوتر. وقف هون لنفضي بنزين. ألو، شو يعني مداهمة على المطبعة؟ مين دهمة؟ لا تقلي عم يتنصتوا. يسمعوا إذا بدهم يسمعوا. قلت لك مين يلي دهمة؟ ومين هذا زازا حتى يداهم محلنا؟ روحوا على المطبعة يلا. جاي مين زازا ولا؟ ما بعرف معلم. واحد اسمه زازا داهم المطبعة. الخال زازا، شرف زازا أغلو، أنا بعرفه. معقول أنت؟ في حرامي بالبلد وما بتعرفه؟ أنت واحد غريب. منين بتعرفه لهذا الحرامي؟ هو بالأساس حرامي، والحرامية بيعرفوا بعض. عيب هالحكي. لما بتسرق منا مو عيب، ولما منقلك بيصير عيب. ليش عذبتوا حالكم بابا ممدوح؟ كنت أنا جاي لعندكم. ما في بيناتنا هيك شي يا ابني، هي إجينا. شو الأخبار باران؟ ما في شي أخي. وشو أخبار أزاد؟ ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ قالوا لنا أنه طلع بملف بنتي أزاد في مشكلة، مشان هيك أخدوها على السجن. وليش ما عطيتوني خبر؟ ما قدرت ليلى تعمل شيء؟ يكتر خيرها، البنت اهتمت كتير. ايه بس هلأ اتذكرت، الشباب قالوا لي انه اجا بابا ممدوح استناك لتجي وبعدين راح. اجيت مشان تقلي هالحكي؟ لا كنت رح اقلك شغلة تانية.
اجاني وصال وقال لي انت عم تشتغل مع مراد، وقال اذا بتضلك معه ما بقى بتشوفهم لا حفيدك ولا البنت يلي معه. ومن وين عرف هذا المرتشي؟ مو عن هي، قصده كان شغل الخشب. طيب شو بده يعمل هلا اذا ضلينا عم نشتغل سوا؟ بيسجن آزاد وبيخلي المنظمة تعدمها وهي بالسجن. وانت شو قلت له؟ ولو يا ابني، اللي بتقوله انت انا بقوله. خلص شو ما بيقول لك وافق عليه. بالاخير الموضوع مربوط بحياة الشاب والبنت، بكفيهم لهالولاد حاجة يتعذبوا. اخ يا ابني انا ما عم اقدر اني اتحمل هيك وساخة. انت صبرت كتير بابا ممدوح، صبر شوي تانية. مشكلته لويصال معي، اكيد رح يجي يوم واتحاسب انا وياه. الله يقويك وينصرك على هالاوساخ. قلت له لجدي انك بدك تشوفني شي؟ قلت له بس ما كنت بعرف هالشي. لا تهتموا انا بحلها بطريقتي. ما بيصير هالحكي، قول يلي بدك تقوله، يمكن يكون بيطلع بايدنا شي. الشاب فرات ابن لالا زارة، فهمت انه صديقك. كان صديقي من زمان، صار لي زمان ما شفته. سمعت انه مسجون بالمانيا. طلعوه واجا لعند امه لهون، عم يشتغل بالبودرة بالمانيا. يلي حبسوه هنن يلي اطلقوا سراحه، وانا لازم اوصل له خبر ضروري. يلا ما علينا، انسوها خلص. انا بلاقي لك اياه وبقول له اللي بدك اياه. قل له انك بتعرف واحد عنده 300 كيلو بضاعة، بضاعة رخيصة ونظيفة، بياخدها وبيبيعها بألمانيا. انطلعت من الجمارك علينا، بس الدفع نقدي. خلص بقول له معلم. ابني شو هالشغلة؟ ما عم بقدر سدي. عم تقول مخدرات وما مخدرات؟ ليش عم تتدخل بهي الشغلات؟ قل لي إذا محتاج مصاري بعطيك. المشكلة مو مشكلة مصاري بابا ممدوح. عم حط عصايتي بوكر الحية، وراح تمسك بالعصاية وراح تطلع من الوكر. بس أنا أكيد ما بيع مخدرات، وأكيد ما بسمح ببيعها. باران، أنا رح خليك تقابل أزاد. ولك وينو هاد؟ وينو 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 وينو؟ اتصل فيه مرة تانية يلا. خالي اتصلت فيه وقال انه جاي. جوهر من ساعة قلت لي انه جاي ولهلا ما اجا. اتصل اتصل. يا عيني يا عيني، شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد؟ وينك انت معلم عزات؟ وين قال لك؟ انت صرت عند اللفة. ايه عند اي لفة؟ في مئة لفة. عم يلف عند الزاوية خالي. اه ايه ايه طبعا بده يلف بس يشوف هذول الحلوين. لا ما في شي معلم عزات، بس خالي شغل باله. لو كنت بعرف انك رح تفرح باللزقات كل هالقد كنت عبيت لك المحل هون كله لزقات. هلا كل شي لازم قلك عليه جوهر؟ لو عاملها. إذا الكبير ما قال والكبير ما بلش، شو بيعمل الصغير؟ ما هيك ولا؟ مضبوط خالي. لك جوهري، شو صار بهديك الشغلة تبعك؟ خالي ما تتركني روح لعند قدر. أخ يا ابن أختي المنحوس المسكين، أخ. خالي انت التقي بعزت وانا بروح لعند قدر وبرجع ماشي؟ شلون بتروح وبترجع بهاي الحالة؟ لك ما بتخجل؟ ليش شو فيني لك يا خالي؟
لما كنت بدك تحمل الأذقات قلت لي إنه ظهرك عم يذعك. لا أنا قلت هيك لتحمل عني وأنا ما أحمل شيء. شو هالحكي؟ إيه إجا عزك لروح استقبله ماشي؟ شلون بدك تستقبله بهالحالة جوهر؟ ليش أنت قدران تتحرك يا مسكين؟ خالي بدنا نوزع البضاعة كلياتها؟ لا ابني شو بدك توزع؟ الزلمة راح يوزعها. معناتها ليش حملنا كل هدول الثغلات خالي؟ قولك نجدت أنا حابب عبي عيوني منهن وشوفن. عيني عليك طلعت كبير يا زازا. شو بدك تمسك السوق؟ إذا شايف هاي الشغلة كبيرة معناتها أنت ما بتعرف زازا. أنت لازم تراقبني منيح وتتعلم. وما حدا وقف بوشكن ليمنعكن؟ في شي حدا وقف بوشك جوهر؟ ليش بيقدروا خالي؟ معناتها معي ما رح يقدروا كمان. زازا ليك هاي الشغلة مو سهلة، لا تنق على راسي بعدين. بمناسبة الشغلة مو سهلة، شو راح يصير بظهر جوهر؟ الزلمة مرضه عم يستفحل. ها؟ أنت مثل أخوه الكبير، شو رأيك تنصحه بشغلة؟ بعرف جراح عظمية ممكن يرجع له ظهره مثل الأول وأحسن. الحقيقة شغلته أصعب شوي من شغلة شعر أو كسر، الشغلة يمكن أصعب من هيك بكتير. بدك شي من برا؟ أحسن إذا بتروح جوهر. بس اسمع نصيحة خالك قبل، ترك السيجارة والمشروب، لازم تشرب مي كتير، ما لازم تترك البندورة من ايدك ابدا، وما بدك تحط بقلبك شيء ابدا، ولا تهتم ولا تعصب. وقتها شو بصير جوهر؟ لسه في شغلات رح بتصير فينا كلنا، لا تضايق حالك ابدا. انت كم مرة بتطلع باليوم؟ ها؟ لك هو ما عم يحسن يطلع. ايه شي ليش ما عم يدور معك الحكي عزات؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طلع زازا وراء هالشغلة؟ زازا وراها اخذ اللزقات اللي كانت وبس، ولا اخذ البلاكات معه؟ لا معلم، البلاكات ما قرب عليهم. معناتها اجا قاصد يشرب سيكارة. حضرت لك أمك الغرفة الثانية لتنام يا ابني. خير؟ ليش بيت ليلى عنا؟ لما تأخرت أمك خلتها تنام. ايه كتير منيح، رح فوت على المطبخ أكل لي شي شغلة على السريع. تصبح على خير. ابني مو عيب عليك، الواحد بيقول تعا بابا خلينا نشوف سوا، يمكن تكون أمك ما طعمت أبوك. تعال لنشوف. حطوا ايدهم على مكتبكم كمان، ما هيك؟ للأسف. ايه ايه، ولوين انتقلتوا؟
مشان نمر أنا وأمك. المكان ما نخرجت مره علي يا بابا، بس أهلا وسهلا. إيه وشو عم تشتغلوا؟ مكملين بشغلنا. بأي شغل مكملين ابني؟ بشغل وظيفتنا. لك يا ابني، إذا الدولة قالت لكم وقفوا الشغل، مو أحسن لو بتاخدوا استراحة منهم؟ ليش ما بتشتغلوا بالتجارة بهالفترة؟ بابا أنا ما بفهم بالتجارة وهي القصص. أنا الشيء الوحيد اللي بعرفه هو إني كافح من شان هذا البلد، إن كان بوظيفة أو بدون وظيفة. هاي أنت ليكك عم تخدم الناس، استنيت ليوظفوك بالدولة من قبل؟ لا ما استنيت. وأنا ابنك وتربايتك، ليش لا استنى؟ كرمال الله، ليش ما فيقتوني بس وصلت؟ وليش ما سخنتوها لهي؟ ما بينعمل شي بالسر بهذا البيت؟ ولو يا ابني هذا بيتي، إذا بدك تعمل شي بالسر لازم تعمله برات البيت. صحة وهنا بابا. ايه على قلبك يا ابني. حبيبتي بريهان، اتصل فيكي داوتشي؟ لا ما اتصل، ليش لا يتصل؟ طيب بعت لك شي مسج؟ ليش عم تسأل بابا؟ أنا بسأل عن كل شي. وليش ما عم تسأل إذا اتصلت فيني إنجي؟ اتصلت فيكي إنجي؟ إيه اتصلت. يعني اتصلت مشان أبوها؟ بابا لا تخليني اندم لأني حكيت لك شي، هيك ما راح نصير أصدقاء أبداً. عم نحكي مثل أصدقاء؟ شلون شغلون الشركاء تبعك؟ دورت عليهم على الانترنت لأتعرف عليهم. ما حدا منهم له شغل معك، يعني هن مثلي أنا، كلهم رح يعاملوكي مثل بنتهم. بس ميماتي بعده شب. ايه بس قلبه ختيار. بعدين السيد ميماتي مو ميماتي حاف، شكله ماله حلو بس شخصيته جذابة. ميماتي بيكره يتعامل مع النسوان. ليش؟ كان عنده مرة وماتت، هذا هو السبب. يا رب دخيلك، معقول هذا الحكي الفاضي؟ يلي بيمثله غالي بيموت قلبه معه. انتي بنتي شلون انتبهتي انه داود عم يهتم فيكي؟ بابا انا صبية، يعني انا كبرت بفهم منيح تصرفات الرجال. شلون فهمتي؟ معناها هذا الزلمة اكيد عمل شي غلط. بابا الزلمة ما عمل شي ابدا، وما بيعمل شي وما بيقدر يعمل. معناها شلون حسيتي عليه؟ لانه عم بيجاملني كل يوم. شو كان يقول مثلا؟ بيقول يا بنتي ولا يا صبية ولا يا روحي ولا عزيزتي بيري ولا يا حبيبتي يا قلبي؟ بابا انت قلت هيك كلام لشي وحدة؟ منين بتعرف هالحكي؟ تعلمت من السيد فكرات. عفوا بابا شو عم تعمل؟ مو أنا يلي بدفع فاتورة التليفون؟ بتطلع مثل ما بدي. ها هي رفيقتك سجيل، وبلكي كاتبة اسم سجيل بدل اسم داود. دورت عندك، كل الأرقام عندك أسماء مضبوطة. بابا أنت حابب تجنني بهاي الحركات؟ بنتي، بنتي بريهان، رح أحكي معك كأني رفيق لإلك. إذا بيبعت لك داود رسالة على موبايلك، أو إذا اتصل، أو عزمك على محل، أو طلع قدامك بشي محل، أو حب يتعشى معك مثلا، أو يشرب فنجان قهوة مو أكتر، أنا أكيد رح أقتله. لا تقولي ما قال لي.
ما ممكن احكي بهالصراحة مع صديقي اللي بعرفه من 40 سنة. يكون بعلمك هالشي. شكرا، يسلموا ايديكي. صحة وهنا. شلون يعني عذبون؟ عذبون؟ هذا الزلمة مريض نفسيا؟ ما بعرف مريض بشو، وأكيد وصال ضاف شغلات زيادة على ملف البنت. لا ما بظن هيك، لو هاد صار كنت انتبهت. ما قصدت شكك فيكي، قصدي إلك انتبهي. عشو بدي انتبه؟ وصال لازم ينتبه. أنا هلأ بستدعي لعندي. وليش ما بده إياك تشتغل مع بابا ممدوح؟ بده يقطع علي كل الطرق مشان يجبرني روح من طرق تانية. مراد ما رح تنحرف، ما هيك؟ شوفوا لسمينة صار بدها تنصحني. أنا ما عدت تسمينة. إيه بس أنت بعيوني هيك. غير عيونك حبيبي، من وقت ما بعدت عنك صارت إشياء كثيرة. لروح جيب مي. ليش ما بتتركني أكل؟ اصبر شوي جوهر، نجزت راح يجيب لك. شو هدول؟ هذول خضرة من ثانك خالي. خضرة؟ شو انت عم تتمسخر على خالك؟ روح له. يمكن ليش ما عم تاخذ الشغلة جد؟ أنا ما بقبل يكون في واحد معي صحته مو منيحة. خالي أنا ما فيني شي بنوب، أنت ليش ما عم تصدقني؟ أنت عم تقول إنه ما فيك شي، وأنا هلا عم أقول إنه مبلا فيك شي. ما بدي واحد معي يجي ويقول إنه ما في شي. كل. لك جوهر كل الورق بس؟ شو انت مفكر حالك غنمة؟ لك كل الورق بس. لك خالي انت عم تكبر الشغلة لحد تمرضني. انا بكبر الشغلة جوهر، انت شو عم تعمل؟ انت عم تزغل المشكلة. هلا انا عم كبرها مشان تخاف وما تكبر اكثر من هيك. استغفر الله العظيم. خالي اذا واحد من المخابرات وانا خايف يكون من ذماعة تبع اللذقات. لا تخاف، ليش خايف؟ عادي، نحن داهمنا محل الزلمة. انت على طول بتخافوا لك نجدات؟ كل واحد بيجي على بابنا بتخاف منه؟ معليش يخاف وما يصير مشكلة. نجدات خليه يفوت. خالي يستر عرضك بلا ما اكل هالاكلات. ليك هذا الزلمة بيشوف هالشوفة وبيقول عم ياكلوا خضرة مثل الغنم. أنا بشرح له خلاص، أنت لا تشغل بالك، كل ولا تخاف. خالي شان الله خلاص. الله يرضى عليك. هاي رجعت لك الدعوة. تفضل. لا ما رح أقعد. شو يا أخ؟ شو وصلتكم معلومات استخبارية عنا شي يعني؟ خير أخي؟ في إلنا شغلة أماني عندك وجاي أخذها. وشو هي الشغلة اللي عندي؟ قالوا لنا انك داهمت مطبعة اصدقائنا وعملت مثل الزعران واخذت البضاعة لهنيك. نجدات؟ ابني انت بتقرا كتب شي؟
لا ما بقرا خالي. وانت جوهري؟ ما بقرا. ها وانا كمان ما بقرا. هلا هدول الجهال اللي شايفهم ليش لحتى ايدهم مطبعه؟ شو بدهم ياخذوا؟ ليك شرف. شو كمان اسم ابوك شرف مثلي؟ لا عم تذكر اسمي براحتك كأنه اسم أبوك ما؟ اللي شو بدك؟ بدك ترجع اللزقات اللي أخدتها. لزقات شو اللي أخدتها؟ الدخان. أنت بتشرب سجاير شي؟ أعوذ بالله خالي جوهري. وأنا ما بدخن. وأنا ما بدخن؟ انت اكيد قصدك شرف غيري. عرفوا مين شرف بالاول وبعدين ادخلوا بعالم الجهال وحكوا معهم. شرف زازا اوغلو، اذا ما بترجع اللزقات تبعنا رح نلفك جوات سيجارة ونشربك للعالم. خالي شو عم يقول هاد؟ يبدو لي يا جوهري انه دخلنا على حفرة مليانة سرطانات. منروح لعند المعلم ومنشرح الوضع لإله. ما حدا غيره بيفهم بلغة السرطانات. أنا ما بحب هدول تبع المخابرات. خالي ليش ما قوصنا بنص راسه وخلصنا؟ أنت مش قلب بتحط الحل الأخير بالأول. أحيانا ما بتضرب فرام وأحيانا بتضرب فرام بكير. هاي هي مشكلتك جوهر. اضرب فرام. في شي شاغل لي بالي كتير. عملت يلي عملته وصحتين على قلبك، بس شو يعني كنان ايفرين يلي على المصاري؟ انا بحترمه كتير لهالزلمة. السبب؟ هو ما بيعرف هالشي. بسببه اجاني رزق كبير. ايه شو طلبتني مشان تسألني عن الكباريه تبعي؟ لا منشان اعطيك حقك اللي بتستاهله. انا ما بيطلع لي معك اخي. انت اعطيتنا هاي المصاري وقلت لنا كل واحد يشتغل شغله اللي بيعرفه، وجبت لنا معك وقت كليان حلو ابنا سكرنا على الموضوع كله. انا بحياتي لسه ما شفت واحد صريح هيك مثلك بهذا الوسط. يمكن لانه انا مو من الوسط. ولا تدخل فيه ابدا، لانه لا بيناسبك ولا بيناسب رجالك. انت شلون صرت دياب بهذا الوسط؟ دياب صارت دياب من كتر ما عضت، وضباع من كتر التقطيع والقتل صارت اسود. هالحكي هون بفهمه، بس انت عم تبيع البضاعة لبرا البلد. انا هاي النقطة ما عم بقدر اعملها. يعني عدم المؤاخذة سر المصلحة. مثل ما انت صرت بموقع معين بعيون الناس بالشغل تبعك، نحن كمان صرنا بشغلنا. اي ما قلنا شي، قلنا انك اسد ونمر. بس بتعرف شو يا شار آغا؟ في عندي مشكلة صغيرة. اشتغلت شغلة قبلك وبقي عندي شوية بضاعة منها، ما عم لاقي زبون هون ياخدها. بتشتريها انت؟ انا ما باخدها. ايه بس بوصلك البضاعة لمحل ما بدك. ما بنسالك هالجميلة. وانا ما بنسالك جمايلك معي كمان. عدم المؤاخذة رح أخذ مصاري كتير. ما حدا بيتضايق من الحق. بس قبل ما نبلش بالموضوع لازم تفرجيني عينة من هي البضاعة، حتى ما يصير مشكلة لما نبعت البضاعة. عابد